الكريم يسأل يقول: إذا المرأة ماتت وتزوجت في حياتها بأكثر من زوج فأمان من تكون في الجنة؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأول أنها تكون مع أحسنهم خلقا كان معها دنيا. القول الثاني أنها تخير بينهم. القول الثالث أنها لآخر أزواجها. والأقرب العلم عند الله هو القول الأخير، لأن فيه حديث مرفوع أصح ما يروى في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. وهذا صح العلامة الألباني في صحيح الجامع أو في السلسلة الصحيحة. هذا هو الأقرب والعلم يعني، هذا إجمالا. وفي تفصيل المسألة نناقش الأدلة، نتكلم على دليل القول الأول أنها تكون مع أحسن خلقا كان معها فين؟ كان معها في الدنيا. والقرطبي رحمه الله يروي حديث عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان في الدنيا ثم يموتون ويجتمعون في الجنة، لأيهما تكون؟ قال يعني للأول أو للآخر. قال: لأحسنهم خلقا يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. هذا ذكره القرطبي في كتابه التذكرة في حوائج الموتى والآخرة وساقه بسنده. وهذا حديث ضعيف جدا لأن فيه علتين: عبيد بن إسحاق العطار وسنان بن هارون. الأول ضعيف جدا والثاني ضعيف. والأئمة يقولون عن يحيى بن معين أنه قال: عبيد بن إسحاق العطار لا شيء. أبو حاتم الرازي يقول: ما رأينا إلا خيرا، وما كان بذلك الثبت في حديثه نكارة. هذا بالنسبة للعلة. ومسائي بن هارون يقول: ابن حيان كان منكر الحديث جدا، وذكره العقيني في الضعفاء وقال لا يصح الاستدلال به وهو ضعيف جدا. القول الثاني أنها تخير بين أزواجها، وهذا القول ما عليه أي دليل. القرطبي يقول لما ذكر المسألة في كتاب التذكرة قال إنها تخير إذا كانت ذات أزواج، وقال العجلون لأحسن خلقا وقيل تخير كما في كشف الخفاء. وهذا الذي رجحه الشيخ بن عثيمين حفظه الله في فتاوى. أما القول الثالث وهي أنها الذي ذكرناه نحن آن وأعيد وأكرر أنها مع أحسن خلقا أنها تخير، أنها لآخر أزواجها. القول هذا الأخير فيه من القوة لأن عليها أدلة. عند الطبراني عن أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء سمعت أبي الدرداء يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أي امرأة توفي عن زوجها فتزوجت بعده فيها لآخر أزواجها، وما كنت لأختارك على أبي الدرداء. فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنه محسومة. لأن طبعا معاوية بن أبي سفيان خطب أم الدرداء فذكرته بهذا الحديث. وهذا الحديث فيه علتان: أبي بكر بن أبي مريم ضعيف، وعدم تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث. ابن حيان يقول: وأبو بكر بن أبي مريم من خير أهل الشام ولكنه رديء الحديث. وأما الوليد بن مسلم فمشهور بالتدليس، ولا سيما تدليس التسوية، أنه يسقط ضعيف بين ثقتين، يسقط الضعيف بين الثقتين. إذن عليه في الحديث يكون ضعيفا. إذن أقوى الأقوال والعلم عند الله هو القول الأخير أنها مع آخر أزواجها، وذلك لاحتمال تحسين حديث أم الدرداء وهو مؤيد بأثر حذيفة فصما الموقوفين واللذان يصلحان لتقوية الحديث المرفوع ولبيان أن القول أصلا معتبرا. والحديث صح العلماء الألباني في السلسلة الصحيحة. والله أعلم.